بقانا واقف اتأمل فيكي مع كل ستات الضيعة، واقف اتأمل فيكي بهالمطبخ مشغولة مثلن، بغيرة مثلن ويمكن أكتر، وبحماس مش لازم يفشل العرس، ما بيجوز يفشل العرس. ومع هيدا وكله وقفتي قدام ابنك وقلتي له ما في عندن خمر، وقفتي قدام ابنك وقلتي له ما في عندن خمر لأنك بتعرفي، بتعرفي كتير منيح إنه فرح البشر مثل البشر بيموت، وما في فرح بيبقى إلا الفرح اللي بيعطيه الحي القايم من الموت. من هيك وقفتي قدامه وقلتي له ما في عندن خمر. قدي بدي أشكرك يا مريم لأنك باللحظة اللي لفتي فيها نظر ابنك لفقدان الخمرة بهيك العرس، لفتي نظر كل واحد فينا مغرور ومكتفي ومفكر انه هو عنده كل الفرح. وقلتي للخدام شو بقلكن اعملوا اذا بدكن كل الفرح، شو بقلكن ابني اعملوا. وهيدي آخر كلمة بيذكرها الإنجيل عن لسانك، شو بيقلكن أعملوا، كأن وصيتك إلنا، شو بيقلنا ابنك نعمل. طلبي منه يبعث لنا روحه حتى نوقف قدام كلمته ونغرف منها فرح الحياة وحياة الفرح. آمين.